بالنسبة لنقابة الشمال أي مشاكل عامة إحنا بنتصدى لها، سواء مشاكل حصلت في محيط إطار العمل في المحاكم من دوائر معينة أو من نيابات، إحنا على طول بنتصل إذا كانت في قصص النيابات أو في مع مشاكل في النيابات. أنا بتصل شخصياً بالمحامين العامين، محامي شرق ومحامي شمال ومحامي غرب، وبنخلص المواضيع. إذا كانت تخص دوائر معينة في نطاق شمال القاهرة، فأنا بتحرك على طول مع رئيس المحكمة، محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وبنزيل أي مشكلة بتعوق المحامين. وإحنا يومياً إحنا بنتابع كل يوم الصبح، أنا بتابع شخصياً ما يجري في محاكم شمال القاهرة، ولو في حاجة بيتكلموني وأنا بتحرك بناء على كده. ده بالنسبة للمشاكل الواقعة في نطاق النيابات والمحاكم. مشاكل الإسام، طبعا مشاكل الإسام بيتحرك وإحنا بنتحرك فيها كمجلس. أي اسم فيه مشكلة بننزل فورا، بينزل العضو ويتعامل مع الموضوع وبيخلصه، وبحيث إن ما يبقاش فيه أي ضغوط معينة على المحامي في أداء عمله داخل الاسم، داخل يعمل محضر، داخل يعمل مذكرة، يعمل أي حاجة وقابله معوقات من بعض الضباط أو حاجة، دي بنحلها على طول بدون أي مشاكل. ولو نظرت أنت مشاكل الإقسام في الفترة دي عن مشاكل الإقسام في فترة التسعينات وأول الألفينات، كان كل يوم والتاني مشاكل كبيرة في محيط الإقسام. إحنا في المجلس ده بقالنا 3 سنين ما عندناش مشاكل، ولو في مشكلة بنتحرك بتخلص على طول. يعني إحنا عندنا شمال القاهرة بحكم إن إحنا الملاصقين للنقابة العامة أو غالبية النقابة العامة أعضاها من شمال القاهرة كقاهرة نفسها، إحنا بنتحرك زينا زي النقابة العامة، وفوقينا طبعا بيتحرك النقيب سامع عاشور في أي مشكلة إن كان. فده الدور اللي مخلي إن المحامين لما بتحصل حاجة يقولك النقابة فين أو النقيب العام فين كده في الأول. لا، النقابة دلوقتي في الفترة الحالية اللي احنا فيها، النقابة الفرعية اللي بتتحرك، إذا استعصى علينا حاجة بنتصل بالنقيب سامع عاشور. عندنا في شكاوى كتير معروضة على لجان الشكاوى الثلاثة اللي عندنا، وبيبقى بسبب تجاوز بعض المحامين في التعامل أو في المعاملات. محامي بيبيع موكله، ممكن محامي بيستخدم توكيله كموكل من واحد وبيستخدم توكيل خصم في اتجاه معارض للمصالح بنفس التوكيل اللي مع خصمه مع موكله، وفي كذا حاجة فيها تجاوزات من محامين كتير. وطبعا احنا ما بتحقق لجان الشكاوى فيها عندنا عقوبات بنديها وبتتبعت على النقابة العامة، لو فيها إحالة للتأديب بنبعتها على النقابة العامة بالإحالة للتأديب. وأشوف زي ما احنا ما تربينا وتعودنا ان المحاماة ليها قيم وليها مبادئ وليها احترام وليها أخلاق وليها براعة في شغلك، كل الأمور دي في الفترة اللي هي كانت من التسعينات للألفينات أو من الألفين وانت نازل اللي جه فيها الثورة دي، دخل علينا ناس لا يعرفوا أي شيء عن معنى وقيم المحاماة، والناس دي هنرجع لها فيما بعد اللي هي أصلاً كانت بتجدد في نقابة المحامين وهي مش محامين، سواء كان موظف، سواء كان بيشتغل عامل في بنزينة، كان بيشتغل في سوبر ماركت، شغال في قهوة وبيجدد كارنيه المحاماة. ليه؟ لأن ما كانش فيه ضوابط ولا فيه معايير، بيروح أول السنة يدفع قيمة الاشتراك ويجري عشان العلاج ياخده ويمشي. كل ده أثر في منظومة المحاماة، فأصبح علينا بقى فيه عبء كبير عندنا، ما بيسيرش كمحامي إنما بيخرج بره إطار المحامين وبره قيم المحاماة ومبادئها. وده السبب اللي خلانا جينا في الفترة الأخيرة إن إحنا مستوى المحامين نزل، لأن مفيش قدوة، مفيش احترام، مفيش مبادئ، مفيش أخلاق، مفيش شغل، مفيش دراسة، مفيش قراية. كل الحاجات دي أثرت علينا في الفترات اللي فاتت مما خلى المهنة في النازل.
احنا كنقابة شمال بنأيد اي قرار ضد التعليم المفتوح، وايضا ضد مع اي قرار يتخذه النقيب سامي عاشور في التنقية. لا لا، بالنسبة واحد دبلوم تجارة ودبلوم صناعي ودبلوم زراعة يبقى مؤهل ازاي يشتغل محامي؟ ممكن نتكلم لو اللي معاه ثانوية عامة يحصل على دبلومتين او ماجستير يبقى ساعتها ممكن نفكر يتأيد او ما يتأيدش، انما بالنسبة لدبلوم التجارة والصناعة والزراعة واي دبلوم تاني ما يصلحش انه يبقى محامي. طبعا مش اثرت بالسلب، اثرت بالنفع. ليه؟ لان احنا لما كانوا المحامين دي اللي هم انا بسميهم حمله الكرنيهات اللي ما بيشتغلوش، حمله الكرنيهات كان بيجي يشترك ويدفع العلاج، كان علاجه ثلاث محامين بيصرفوا عليه. ليه ثلاث محامين بيصرفوا عليه؟ ان هو بياخد نسبه علاج، ومراته نسبه علاج، ووالده ووالدته نسبه علاج، وولدين نسبه علاج، يعني يوصل في حدود 90,000 جنيه. هو دفع كام؟ 1,000 جنيه مثلا، ما كملهمش، فياخد في المقابل 90. طب مين اللي هيسدد 90,000؟ اللي يسدد 90,000 ثلاثة زي من اللي هم المشتغلين، من اللي هم بيدفعوا اشتراكاتهم وبياخد جزء من علاجهم. فطبعا الموضوع ده التنقية ساهمت بدور إيجابي إلى إحياء شكل بتاع المحامين القديمة، اللي المحامين اللي موجودة هم اللي شغالين فعلا. تدخل المحاكم وتدخل أوض المحامين هم المحامين اللي شغالين معروفين، إنما الأول كنت تدخل أوضة ما تعرفش محامي، تعرفش محامي مين ده ولا ده، عمرك ما شفته. فدي أثرت بالإيجاب مش بالسلب، ممكن تكون سلب من ناحية تانية بس بعيدة عن النقابة، إنما بالإيجاب لأن هي نقت الجدول، حددت الموارد بتاعتك أو مصاريفك اللي بتصرفها. لما استبعدت هؤلاء اللي هم حملة الكرنيهات طبعا بقى في فايض، الفايض النقيب سامي عاشور عدله في إيه بقى؟ إنه زود العلاج وزود اللي هم اللي عندهم سرطانات اللي هي العلاجات المزمنة دي، الأمراض المزمنة زودهم، وعلى النسب، ادت فائض للنقابة. احنا كنا لينا دور، احنا بالذات انا بتكلم عن عندنا احنا، كنا عاملين لجان للمناطق بتاعتنا بتاعت شمال القاهرة، ان كل ما هو معروف انه محامي بنكتبه في كشوفات ونعدها، واللي مش محامين يعني واحد مش محامي وما احنا عارفينه انه فتح سوبر ماركت بكتب اسمه وعنوانه في كل المناطق ونبلغ بيهم النقابة العامة، والنقابة العامة بتشيلهم. ليه؟ لأن أصبح فعلا هم مؤمن عليهم أصحاب عمل أو فتح محل، فتح سوبر ماركت، فتح أي حاجة، بقالة، فتح مطعم، فتح أي حاجة، قهوة كده، في كل واحد في دايرة. لما عملنا بقينا نبلغ النقابة العامة والنقابة العامة الشير، هترجع تاني لنفس الموالي القديم، إن إحنا مش هنبقى عارفين مين محامي شغال مين مش شغال. هتبقى فوضى تانية وعشوائية، بدليل لما كانت الناس دي موجودة كان كل واحد بيعمل مشكلة في اسم أو في نيابة يتنوا يتخانق، ولما يتمسك يقول لهم مطلع الكرنيه ويقول لهم أنا محامي، لما نروح الاسم ننزل ما بنلاقوش إن هو محامي، مجرد إن واحد حامل كرنيه وإحنا ما نعرفوش، خدت بالك؟ فطبعا هترجع الفوضى تاني والعشوائية في نقابة المحامين لو إحنا سمحنا بنطلع كرنيهات لمن غير مشتغل، ما ينفعش. هو اولا لازم يروح لمحامي حسن السير والسلوك والسمعه، نمره واحد. نمره اتنين، محامي يروح لمكتب محامي، ما يروحش على القهوه ويتعرف على محامي ويديله 100 جنيه ويديله الكارنيه وبعد كده يجي يقول المحامي بحني. انما لما انت رحت للمحامي مكتبه طلب منك اتعاب اديتها له، المحامي ده وعنده ضمير وعنده قيم المحاماة عارفها، هيمشي بما يرضي الله. أما أنت تتعرف على أي واحد يقولك أنا أجيب لك محامي وأقعدك على القهوة نجيب الكرنيهات التوكيل وهات له الفلوس وتدي له أي مبلغ، عمر ده ما هيبقى محامي ولا هيمشي لك في شغلك في قضاياك بطريقة صحيحة.
ما زال برضو البعض في موجود بهذه الطريقة، ما زال والله. شوف، هو بالنسبة للدوائر، في دوائر متعسفة، ودوائر متعسفة احنا لما بنلاقيها متعسفة بنوجه لها كلام، نتقابل معهم وبنقعد، لأنها استمر بنطلع الرئيس أنا بطلع رئيس المحكمة وبفهمه على الوضع. عندنا موضوع في جنح مستأنف الزيتون، وبرضه بيتعامل مع المحامين بشكل صعب جدا، سيء ما يليقش بالمحامين. كتبت الشكوى، وأنا بعت العضو قابله وقال له لا أنا بتعامل، المحامين دول أخواتي وحبايبي وأنا ما أقدرش أتعامل كذا كذا. المهم يعني لما تغاضى تاني مرة عملها، بعتنا الموضوع لرئيس المحكمة، ورئيس المحكمة طبعا هو بينه وبينه بيوجه له أنه هو لازم يشتغل كويس مع المحامين ويتعامل مع المحامين، وده أسلوبنا في التعامل مع الأوضاع عامة، يعني مش كمدني بس ولا إيجارات، برضو في الأحوال الشخصية، في الجنح، في كل حاجة. لا فرق كبير، يعني عاوز أقول لك حاجة، إحنا أستاذ أحمد الخواجة الله يرحمه كان في وقته المحامين مثلا يتعدوا 60,000 مثلا أو 50 حاجة أو 50-60,000. النقيب سامع عاشور كان المحامين عددهم داخل في 600 تقريبا أو أكتر قبل التنقية. معاش المحامي كان زمان 50 جنيه و30 جنيه و100 جنيه. لما تيجي تبحث الإنجازات اللي اتعملت في عهد النقيب سامع عاشور كتيرة. أولا اقسام الشرطة، القضاء، النيابات، إلى جانب شغلنا احنا كفرعيات، النقيب سامع عاشور بيتابعه على تواصل تام، وبيتحرك معانا في كل حاجة. دي ده من ناحية، من ناحية عمل المحامي اللي هو الاسم، النيابة، القاضي، دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للعلاج، علاج المعاش، معاش النهاردة بعد ما كان في ناس بتاخد 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه على الفترات السابقة اللي هي في أول 2001، النهاردة العلاج 2000 جنيه بحد أدنى 600 جنيه أو 700 جنيه، أدي فرق. بالنسبة للعلاج، علاج ما كانش بالطريقة اللي وصلت ليها النهاردة، رغم ما يعني على الرغم من النظام العلاجي في نقابة المحامين أفضل نظام علاجي في أي حتة في النقابات، إلا أن هم برضو إحنا بنقول يعني ناقصوا حاجات، ناقصوا، لكن هو بيعدله كل مدى على مدى الخطوات بيعدلها. فأصبح العلاج ليه شكل وليه معنى وليه فايدة للمحامي. وبعدين الأول المحامين ما كانتش بتشترك في العلاج، دلوقتي الغالبية بتشترك. ده نتيجة إن في تغيير في العملية العلاجية نفسها، العملية العلاجية دي حاجة. لما نيجي نتكلم على المساكن، النقيب جاب 10,000 وحدة سكنية من وزارة الإسكان، اتقدم ليها 3,000 وحدة سكنية، تقدم 3,000 محامي. 3,000 محامي في منهم خدوا، في لسه على وشك السنة دي هيكمل الباقي وياخد 3,000 السكن. عمره ما كان حد بينظر لموضوع السكن. التنقية، التنقية دي فادت نقابة المحامين وفادت المحامين، لأنها أدت عائد لزيادة العلاج، نسب العلاج والأمراض المستعصية. عندك احنا بالنسبة لنا، احنا بالنسبة لشمال القاهرة عندنا كل دايرة عندها مقر تمليك بتاعها، مقر التمليك لنقابة الشمال. طبعا النقابة العامة هي اللي بتكون بالتأسيس والتأسيس والتشطيب والحاجات دي كلها، انما هي كلها في الاخر ممتلكات تخص مين؟ النقابة العامة، حتى لو هي بتاعت الشمال لكن هي في الاول وفي الاخر. الأندية في جميع محافظات مصر للمحامين، هذه من إنجازات النقيب سامع عاشور. النقيب سامع عاشور عمل إنجازات مش هتتكرر تاني، ومفيش حد في الفترة دي يقدر يجي مكانه، حتى كل اللي مطروحين ما ينفعوش يبقوا محامين أصلا، ما ينفعش يبقى نقيب محامين من المطروح اللي احنا عارفينهم بدون ذكر أسماء. ففي طفرة كبيرة في الإنجازات اللي اتعملت في النقابة. والمبنى الجديد ده إنجاز من ضمن الإنجازات، مش هيبان كمان غير لما يكمل كامل، وهيبقى صرح خطير مع اللي عامله برضو النقيب سامع عاشور، على الرغم إن فيه كانت محامين مقدمة طلبات للحي ما تصدرش تراخيص للمبنى، محامين
خدت بالك؟ فالفترة دي فيها انتعاش إنجازات عملها النقيب سامي عاشور. أنا عندي بالنسبة لشمال القاهرة خدمات كتير، سواء زي ما قلنا في ناحية الإسام، النيابات، المحاكم دي شغالين فيها ما بنسيبهاش كل يوم. عندي مقرات في كل منطقة للمحامين بيتقابلوا فيها، بيعملوا فيها مؤتمرات، بيتملوا فيها لقاءات، دي حاجة. الحاجة التانية احنا عندنا ندوات دائمة في بعض المقرات، مش في كل المقرات، انما السنة دي احنا عاملين خطة انها تبقى في جدول زمني واحد لكل المقرات. عندنا الاسبوع الجاي في مقر الزيتون ندوة في القانون الجنائي عن اسباب الاباحة. احنا نزلنا كمان 12,000 كتاب على الدوائر مواضيع مختلفة، ودي احنا النقابة الوحيدة اللي بتطلع اي حاجة ما بتاخدش فلوس، يعني ما بنطلع مطبوعات بنديها المحامي ببلاش. عندنا الاجندات اتعملت، عملنا 5,000 اجندة توزعوا ببلاش. عندنا شغال دلوقتي في الطبع حوافز وملفات بنديها للمحامين برضو ببلاش، ما بناخدش فلوس من حد. عندنا العلاج، انا بساهم مع النقابة العامة في العلاج، يعني واحد تجاوز العلاج في النقابة العامة بيجيلي، محتاج يعمل إشاعة بديله، محتاج دواء بديله، محتاج أي حاجة محتاجة فيما يخص العلاج بديله. في محامين عندي ما بتروحش مكاتبها، عيانة مريضة في البيت ببعت لها كل شهر فلوس، خدت بالك؟ اللي هم المرضى، محامي حالته وظروفه صعبة بنديله. يعني احنا اعتبر ان احنا كمان نقابة عامة زي النقابة العامة، ما في اي بل بالعكس احنا بندي ادوار اكتر، لان وضع النقابه كان النقابه مهدوده، فكله جه عندي. طبعا احنا بنساند النقيب سامي عاشور في الموضوع ده، بالنسبه لنا يعني مش مضلعه عندنا ان احنا ندفع فلوس لعلاج او لكذا او لمحامي تعبان او محامي ما بينزلش مكتب او مكتبه مقفول او عنده ظروف صعبه بنديله كده. فده بالنسبة لنا دي من ضمن الأعمال اللي احنا بنقوم فيها في نقابة الشمال. احنا بص، احنا من أول ما جينا واحنا عندنا هدف، بس الهدف ما كملش، ان احنا يبقى لينا مبنى مستقل زي النقابة العامة. ده كان من الأولويات اللي كانت موجودة في أول ما جينا. لما الأمور احنا طبعا ما عندنا، ما بناخدش من النقابة العامة فلوس، ومواردنا من التصديقات. لما التصديقات قلت طبعا ما بقاش عندي العائد اللي هو ان انا اقدر اخد بيه ارض وابني مبنى، انما انا كان مستلم النقابة مديونة، كان عندي من المجلس اللي فات مستلم عندي ديون، سددت الديون ودلوقتي عندي ودايع في البنوك، وجبت مقر الزاوية الحمراء ومقر رود الفرج ومقر بولاء هنا في شارع الصحافة قدام جريدة الأخبار، ده لسه نقيب هيفتتحه الشهر الجاي، ومقر عين شمس في شارع جس السويس الجديد. المقرات دي كلفتنا حدود 3 مليون 4 مليون جنيه، ما ادفعكاش، أنا ما اخدش قساط، جبناهم للمحامين من ميزانية النقابة العامة. بالنسبة للي جاي طبعا احنا في سبيلنا ان احنا ناخد مكان كشقة كبيرة او شقتين كبار هيبقوا تابع نقابة شمال القاهرة، لحد بقى ما نعدي الدورة دي، وبإذن الله الدورة الجاية وربنا أراد لينا، يعني احنا هيبقى المشروع بتاعنا ان احنا أرض لينا ونبني مبنى كامل للخدمات لنقابة شمال القاهرة، سواء بقى قاعة أفراح، قاعة احتفالات، عيادات خارجية، مكان صحفي وإعلامي كده، كافتريات. ده احنا اللي احنا ناويين عليه إن شاء الله الدورة الجاية. القضية دي ترجع للمجلس اللي فات، المجلس السابق يعني، وكانت مشاكل في اسم مدينة نصر، وكان يوجد فيها أعضاء من نقابة القاهرة، النقابة الفرعية يعني، عدة أعضاء، وتمت مشكلة مع الضباط، وقامت خناقة كبيرة في جوه الاسم، وقفلوا الاسم وضربوا في المحامين والمحامين ضربت فيهم، وكان على أثرها
الكاميرات طلعت الخمس محامين، خمس محامين غير الاستاذ ابو العلم، خمس محامين من الزاويه والاستاذ ابو العلم. الكاميرات اظهرت الواقعه كلها اللي حصلت، والواقعه كان فيها ضباط. انا الواقعه ما نزلت نزلوها ضد استاذ ابو العيله وخمس محامين وعملوها مندوب شرطه، انما الواقعه اصلا كانت مع المحامين مع ضباط الشرطه، كان في اربعه او خمس ضباط شرطه، لكن طبعا هم سحبوا الضباط وحطوا مندوب الشرطه. وطبعا احنا اللي هم المحامين يعني ما كانتش بتتابع، لحد ما فوجئنا الاسبوع اللي فات ان صدر حكم غيابي على الست محامين. وطبعا احنا جاري ان احنا نعمل معارضه، بس مش هنعمل معارضه بالافراد كلها، هنعمل معارضه بالاستاذ ابو العيله الاول، لما نخلص هنعمل للتانيين. ده موضوع مدينه نصر. والله شباب المحامين هم عاملين لنا مشكله في ايه؟ اولا المحامين الصغيرين كلهم بعيد عن النقابه، دي حاجه. الحاجه الثانيه غالبيتهم مش شغال في المهنه، رغم هم لو قربوا للنقابه هيستفيدوا معلومه من استاذهم، لو هم بيشتغلوا في مكتب هيعرفوا حاجه، هينزلوا يتقابلوا مع ده يتقابلوا مع ده، تبتدي صلاتهم بالمحاماه يبقى ليها شكل وليها معنى وليها لون. ولازم يقربوا من النقابه، النقابه بتأدي خدمات دون تمييز، سواء النقابه الفرعيه او النقابه العامه بتأدي الخدمات دون نتفرق بالمحامي انت معايا ولا ضدي ولا مش معايا ولا مع قسمي، احنا ما بتعملش بالاساليب دي خالص. لازم يقربوا ولازم يشتغلوا، واذا انت حطيت هدف وخط ليك كمحامي شاب لسه مبتدئ، هتبقى فيما بعد سنة بعد اتنين بعد عشرة بعد عشرين هتبقى محامي ليك قيمتك. انما كونك ان انت بتدور على المكسب السريع دلوقتي، المكسب السريع حلو لكن في الاخر مش هيفيدك بحاجة. معنى كونك دخلت في مكسب سريع يبقى هتبعد عن المحاماة، ولو بعدت عن المحاماة احنا مش عاوزينك.